فيكون من المصلحة عدم البيان في ذلك الوقت. الناس اللي دخلوا للنبي صلى الله عليه وسلم فبش لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مشوا قال إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر البيان عن وقته، لأن المقام مش مقام بيان، مش مقام بيان، ده مخالقة الناس بالأخلاق الطيبة. لأنك إذا صككت كل واحد بما يليق به من المعاملة لنفر ناس كثر. ودي حسن الخلق، إن أنت لا تصك الناس ولا تشدد عليهم، ولكن تخالقهم بالأخلاق الحسنة، وتخالطهم بما تستجلب به دوام طاعتهم لله. طيب،